ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنت تعرف لغة الأردية والله. شماني هكذا إن شاء الله ترى جيد ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شيخ شعباني. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها بسم الله الرحمن الرحيم. جب تک وقف نہ ہو شور نہ کرے وقف کا پتہ چلے
والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام إياك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صوت
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من نعرہ تکبیر عظمت قرآن بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے بھائی تشریف رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا شیخ عیدی فیا ایوہ القاری بہی متمسکا مجل اللہ فی کل حال مبجلا هنيئا مريئا ولذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم من نجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة كما كتبت جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك ما شاء الله يا أهل القرآن يا نور القرآن أهلا وسهلا مرحبا بكم كلهم ضيوفنا الكرام ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا لا إله إلا الله
ولله الحمد ولله الحمد لا الله ما شاء الله احسن اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.